نعم خضر، صف لنا ما الذي جرى، ما الذي جرى وطبيعة المنطقة التي تم تحرير الرهائن منها؟ يعني أول انتهاني وفقا للمتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلحة في وسط القطاع وصل إلى المستشفى العشرات من الضحايا والمصابين بعيد الغارات التي شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية وأيضا مدفعية الجيش الإسرائيلي والزوارق الحربية التي تجوب ساحل المنطقة الوسطى من قطاع غزة. هذا يأتي أيضا بعيد إعلان الجيش الإسرائيلي تنفيذه عملية وصفها بالمعقدة في مخيم النصيرات وسط القطاع، والتي يعني حسب الجيش الإسرائيلي في بيان مشترك مع الناطق باسم الشباك والناطق باسم الشرطة بأنه تم تحرير 4 من الرهائن وهم نعوم أرغماني 25 عاما والموج مهير 21 عاما وأندريكو دولوف 27 عاما وأشلومي زيف 40 عاما، والذين حسب ما يقول الجيش الإسرائيلي تم اختطافهم يوم 7 من أكتوبر 2023 على يد مقاتلي حركة حماس، ويقول بأن حالتهم الصحية طبيعية وتم تحويلهم لإجراء المزيد من الفحوصات الطبية في المركز الطبي في تل هاشومير. كل ذلك يأتي نتيجة يعني بعيدة هذه العملية، هناك غارات مكثفة على مخيم النصيرات وأيضا قوة خاصة إسرائيلية وصلت إلى وسط المخيم سوق النصيرات المكتظ بالمواطنين، وأيضا كل ذلك تم تهاني بتغطية نارية غير طبيعية من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية. طيب خضر، الطائرات الحربية من مختلف الأنواع. نعم. طيب خضر، أنا بس حابة أفهم نقطة، لأنه إحنا كنا نغطي عملية الاستهداف بجانب مستشفى الأقصى في دير البلح، هل هذه العملية الإسرائيلية كانت مرتبطة بتحرير الرهائن؟ نعم واضح جدا انها مرتبطه جدا، وهي ايضا لتشتيت يعني المقاومه الفلسطينيه والمقاومين الفلسطينيين خاصه من كتائب القسام، حيث اننا افدنا بان قوه اسرائيليه خاصه هي من تسللت الى هؤلاء لتحرير الرهائن الاسرائيليين، وذلك في موقعين مختلفين داخل مخيم النصيرات، وتلا ذلك هذا الهجوم العسكري الاسرائيلي الكبير الجوي والبري والبحري.